عموما بعد الراحه السلبيه اللي خدها الفريق على مدار 48 ساعه، محتاجين دلوقتي نروح لملعب التتش بالجزيره وفي مقر النادي الاهلي الرئيسي نسمع ونشوف من زميلنا شريف شعبان موفد قناه الاهلي كيف يستعد الاهلي لمباراه طلائع الجيش من خلال مران اول واخير. من بعد المباراه الاخيره مفيش غير تدريب واحد اللي هو هيبدا النهارده الساعه 6. نسمع من خلال شريف ايه التفاصيل بالتاكيد قبل الدخول في معسكر مساء اليوم استعدادا للقاء الطلائع غدا. شريف مساء الفل، ازيك؟ اهلا بك يا زميلي محمد، تحياتي ليك طبعا ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالتاكيد زي ما تفضلت وقلت ضغط المباريات، توالي المباريات ما شاء الله، نمسك الخشب 11 فوز متتالي. فمستر كولر ادى اجازه 48 ساعه امبارح واول امبارح، والنهارده تمرين وحيد ثم دخول المعسكر قبل ليله طبعا مباراه طلائع الجيش اللي هتكون مباراه قويه جدا بكره باذن الله. طيب شريف، عايز اسالك على هل في امكانيه لبعض اللعيبه كانتش موجوده في المباريات الاخيره ممكن تتواجد في قائمه بكره؟ هل التدريب النهارده، طبعا ليله المباراه انت فاهم مش هيكون تدريب قوي، هيبقى يعني تدريب خفيف، فبالتالي الجهاز الفني ما عملش تدريبات تخصصيه او استعد بشكل فني لماتش الجيش نتيجه ضغط الماتشات يعني. تمام زميلي محمد، خليني اقول لك في المواقف اللي زي ديت، يعني بيكون طبعا احنا في اخر الموسم، فطبعا الاحمال التدريبيه لكل الفريق واصله لاوج تالق يعني او الكباستي عنده عالي جدا يعني في احماله، فلو ادى اجازه يوم او يومين مفيش مشاكل خالص. توالي المباريات وضغط المباريات في ضغط عصبي ونفسي وتكتك وبدني وكل زي ما انت عاوز تقول يعني، فالراجل بيحاول يفصل اللعيبه شويه عشان يكمل توالي الانتصارات يعني. فادى اجازه يومين النهارده بيمرن، النهارده تمرين خفيف عشان بكره عنده مباراه، لازم كان ينزل بالحمل النهارده يعني. فالنهارده التمرين كله هيبقى تكتيك. النهارده الراجل معودنا الفتره الاخيره بيبقى فيه روتيشن في جميع المراكز من اول حراسه المرمى الى المهاجم، وبيتكلم مع اللاعبين كلهم في غرفه الملابس ان الفتره الجايه الكل هيشارك، الكل هياخد فرصه، ولكن هنا الفرصه عند اللاعب، اما اديك فرصه استغلها وامسك فيها وقدم نفسك ليا قبل ما تقدم نفسك للجمهور يعني، وانت قناعاتك وقناعاتي هتوريني في الملعب انت بتنفذ قد ايه من الفكر بتاعي، هتخليني اقيمك في اخر الموسم اذا كنت تستمر او ما تستمرش معانا في الفترات المقبله. فالروتيشن موجود لكل اللاعبين، ما حدش ضامن مركزه خالص من اول حراسه المرمى الى مركز المهاجم، فالكل عنده فرصه المشاركه في المباريات المقبله. مباراه بكره بالتحديد النهارده هيكون في محاضره فنيه علشان اللعيبه تشوف نقاط القوه والضعف في الفريق طلائع الجيش، احنا لعبناهم من فتره قريبه فاللعيبه برده متعرفه اكتر على فريق طلائع الجيش، ولكن كولر بيهتم بالتفصيل، والكره العالميه او الكره اللي عاوز ينجح لازم يهتم بالتفصيل، كره القدم هي التفاصيل يعني، فالراجل ده ما بيسيبش تفصيل للتفصيل الا لما بيشتغل عليها يعني، فالراجل بيشتغل على كل التفاصيل. النهارده في المحاضره الفنيه هيتكلم على نقاط القوه والضعف، ثم التمرين هيكون تكتيك طبعا، جمل تكتيكيه، طريقه اللعب، التحضير، كل حاجه في اساليب التكتيك، ويخش معسكر لمباراه بكره. اي 11 بكره موجودين في الملعب تاكد باذن الله لا يكون هم دول ال 11 الجاهزين جدا لاداء هذه المباراه، اهم حاجه بس يكون بكره الفوز من نصيب النادي الاهلي عشان نقرب خطوه كبيره جدا نحو الصداره المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. طيب شريف، اخر سؤال، هل التقيت بدكتور احمد جاب الله طبيب فريق النادي الاهلي؟ هل في مستجدات بيرسي التاو طيب ممكن يكون جاهز للمباريات امتى ولا مفيش جديد؟ وانا عارف كمان بعد شويه لما يبدا التدريب حسب تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي لاخر لقاء النهارده هيكون مشاركه لكهربا بعد قرار فني اتخذه كولر في الفتره الاخيره. تمام، احنا على الفترات الاخيره كولر اتعرفنا عليه عن قرب، الراجل ليه سيستم معين، اي لعيب يعني ممكن ما ينفذش تعليمات او لعيب يشتكي من بعض الاصابه فالراجل بيدي الاول لعيب راجع من اصابه بيدي له اريحيه كامله خالص عشان خاطر يرجع سليم مليون في المية. اللعيب اللي مش بينفذ تعليماته ممكن ياخره شويه او يبدله شويه او يستبعده شويه بعد كده يرجعه تاني، كلها امور داخليه جوه الفرقه كولر بيعرف يتعامل معاها بكل احترافيه شديده جدا، معاه مدير كوره قوي جدا هو الكابتن خالد بيبو بينفذ كل التعليمات طبعا اللي عاوزها مثل كرر، واللعيبه بتثق في الكابتن خالد بيبو وما شاء الله مسيطر سيطره كامله طبعا على فريق النادي الاهلي، والكل بيعمل له حساب وكلامه مسموع من اول لاعب من اكبر لاعب لاصغر لاعب يعني. النهارده هنشوف التمرين اللي ممكن يحصل في التمرين، ممكن مين يشارك مين ما يشاركش، بس باذن الله الكل هيشارك النهارده. بيرسي تاو الدكتور جاب الله يمكن قال لك على مباراه الجيش هيكون اقترب من الشفاء، النهارده هيبان في تمرينه يعني اذا هياخد التمرين النهارده كامل ولا جزء من التمرين، ولكن خلاص المؤكد ان كل اللاعبين ما شاء الله رجعت من الاصابات، كان عمر كمال ودخل في المباراه السابقه، النهارده باذن الله بيرسي تاو هيكون موجود باذن الله في جزء من المران او المران بالكامل، هيبان في المران، ولكن باكد لك زميلي محمد
ان كل اللاعبين ايضا الان اصبحت جاهزه طبعا تحت قياده مستر كورر، ايا كان بقى يقدر يختار منهم اللي شايفه، ولكن هو بس النهارده بيرستاو هو اللي ممكن هنشوف النهارده هذه التمرينه كلها كامله ولا لا. ويتفضل بس علي معلول، ويا رب باذن الله، يا رب باذن الله تكمل كده لنهايه الموسم باذن الله، علشان يبقى الاوراق كلها متاحه لمستر كورر طبعا باذن الله. باذن الله. زميلنا شريف شعبان موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي الرئيسي في الجزيره، شكرا جزيلا لك على كافه المعلومات والايضاحات.